وراء كل رجل عظيم امرأة. عظيم امرأة عظيمة. هي عظيمة. ثلاثة عظيمة. ايه بقى اللي حصل حبيبتي؟ كانت بتعمل لي بطنجان مخلل وتدق كل يوم شكارتين فلفل وتجهز لي وانا هنا وهي هناك وساعدتني موقفت على رجلي. هي اللي عملت السمعة والله لم بكذب عليك. المحترمة ديت واطيب عيلة واطيب ناس. خدتها ورحت السعودية. هي انا كنت هسوق الطيارة وهي تقعد ريح. هي حاجة حبيبي بص على راسها. انا تاني اهو. دي نور عيني وحواجب. الحاج كنت بقى بتعمل ايه بقى؟ احكي لي بقى. قولي لي يا حاج. بدوق فلفل وبعمل بتنجان وبعمل مكان. اهو انت ساعدت الراجل الطيب ده بقى في ايه بقى؟ ساعدت فين؟ ساعدت الراجل هو بتنجان وفلفل هي تعمل لي المخلل وانا جاهز هنا واقفه معاه مش بتسيبني. بدوق له الدق. اهو احلى دقه طلعت لي سمعه. هي اللي فضحتني. هي اساس الدقه اللي انت بتعملها. اه والله والله لم بكذب عليكم. انا عايز اسالك سؤال بس اللي قلت عليه بصراحه. قول استنى ما اخدش. تبدا باللاحي ولا بتشتغل الشتا؟ اللاحي يا باشا. اللاحي اللاحي يا باشا. جاموس جاموس. وبوقف تلتين المحطه ببلاش. اه والله تلتين المحطه باكله ببلاش. كل اللي مش من عند ابو حسن. اه والله عليا الطلب في تلتين المحطه باكله ببلاش من عند ابو حسن. اه والله انا بعلم بالطلاق انه بوقف تلتين الناس ببلاش. الراجل ده اهو. الراجل ده اهو. كل اللي مش معه باكل. الراجل ده اهو. عمري ما حوشت حاجه عن حد. الراجل ده اهو. انا باجي هنا هم بالصرافه زي ما هم عايزين. ولا بسال حد على حاجه. ولا اسالهم. الصناعيه اللي هنا بيعملوا هم عايزين. ولا عمري قبضت حد. هم بيقبضوا الارواح. واللي في ظنهم بيجيبوه. 50 سنه على كده. لا حبيب الملايين وحبيب المحبه كلها. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. دي كان شعاري من اول ما بدات. انا بادئ من سنه 77 طلعت من الديش فراشد وجميع العالم بتاكل من عندي وبتشكر فيا. بعتت فول للامارات لفلاح صحفي. بعتت فول للامارات قال سويناه ومش عارفين نعمله ازيك يا ابو حسن. وبعتت واحد من الكويت عايز ياخدني هناك. قلت له مش هقدر اسيب البلد. جميع الدول عايزه تاخدني. والله والله لم بكذب عليك. والله ما عمري كذبت كلمه ولا ارضى اكذب واخد ابو كبير ملكي. كل دي حصل لي. هو ايه سر تمسك حضرتك عن حاج محمد ان المكان يفضل زي ما هو كده؟ بس انت ممكن تجادله. ده المكان هو ده الرزق هنا مش هرضى اجادله. انت عندي في الدكان اللي هناك هذا انت شايف عامل ازاي. مش هرضى اسيب دي. المكان ده رزقي فيه وسبته الناس مش بتجي لي. رحت فتحت هناك قالوا لي لا تعالى هنا يا ابو حسن. فتحت الدكان اللي انا واخده جديد قالوا لي لا مش واكلين الا هنا اللقمه هنا اللي قطعت ومش شدي. انا سمعت عم الحاج محمد ان انت بتعمل دقه مش هنا حل. دقه فول عندها اهي. لا الدقه اللي هي اهي هو بيعملها بايده. فلفل اهي. انت الوحيد اللي بتعملها في الوجين. اه انا الوحيد اللي بعملها وجميع الناس بتاكل عندي وبعمل اللي يرضي ربنا وبعمل مظبوط. عايز اشوف الدقه اهي. كبيره اهي. دقه فلفل اهي وليمون وخل. تمام. اهي سر الخلطه دي. سر الخلطه بجيب الفلفل وادقه واعصر ليمون والثوم وادقه عليها واحط خل مش الا حل. اي واحده فندم يقول النبي دي مش شويه دقه بنعملها في الدار مش بتبقى كده. كنت رزقي. وكله بيقول هات شويه فول. اقول مش ببيع فول في اكياس. كل اللي عايز ياكل هنا ماشي سندوتشات بس. كله عايز ياكل فول من عندي. يعني طلعت من الجيش فراشد وكان بيبقى عليا زحمه هنا الليل واسطه ومعرفه. كان مش حد مش زي ما انت شايف الناس كده ليل ونهار عليا زحمه كده. فربنا رضاني وجوزت علمت عيالي كلهم كليات. اللي بنت في النيابه واثنين مدرسين وواحده واخده دبلوم اللي هو بتاع دبلومه في هيبه في التلفزيون. ايوه. وعندي ولدين واحد محاسب السيد وتامر شريعه وقانون. علمت عيالي وجوازتهم وبنيت لهم ثلاث بيوت. وعندي جنينه وارض وعامل لهم ارض زراعيه وربنا رضاني من المكان ده. وعيال اختي معايا وكل جرايبي واخواته معايا. المكان ده هو ده
بعد ربنا على طول، هو ده اللي عمل لي كل حاجة، والبلد كلها ومصر كلها بتحبني وبتجيلي فيه، فهو المكان ده هو قلبي. شوف أنا عملت عملية قلب مفتوح ومش هقدر استغنى عنه، باجي الفجر أكون هنا وطول النهار هنا، ومصر كلها بتحبني وعمر ما قصرت في حد، كل اللي بيجيلي اللي هو عايزه بدور. تصور يا عم الحاج واللي بقى إيه؟ مش منتهي أنا ولا كله؟ أنا باجي هنا الساعة 3 أصلي الفجر واجي أداني لغاية الظهر، أعمل لهم الصلاة وأقشر بطاطس وجاهز وأروح، أقعد للعصر وأجي لغاية المغرب وأسلموني المبيع وأمشي.